أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. حررت القوات العراقية 5 قرى جديدة على الأطراف الشرقية والجنوبية لمدينة تل عفر بحسب ما جاء في بيان للجيش العراقي. وأضاف البيان أن القوات العراقية حررت أيضا 3 أحياء هي النور والمعلمين في الشرق والوحدة في الغرب، وأن التقدم الجديد زاد الخناق على أفراد داعش المتحصنين في المدينة. شن الجيش اللبناني قصفا مكثفا على مواقع لداعش في وادي مرطبية في جنوب لبنان الشرقية بحسب بيان للجيش. وأضاف البيان أن مدفعية الجيش استهدفت سيارتين رباعيتي الدفع تابعتين لتنظيم داعش في منطقة وادي مرطبية، كانتا محملتين بكمية كبيرة من المتفجرات والذخائر. دعت الأمم المتحدة إلى هدنة إنسانية للسماح لنحو 20,000 مدني محاصرين في مدينة الرقة السورية بالخروج منها، وحثت التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على تحجيم ضرباته الجوية في المدينة. وأشار مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا إلى ضرورة عدم المغامرة بتعريض الفارين لضربات جوية لدى خروجهم. أظهرت أرقام نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 540 مدنياً على الأقل قتلوا أو خطفوا أو جرحوا بهجمات لجماعة بوكو حرام الإرهابية منذ شهر شباط فبراير من عام 2015 في منطقة ديفا جنوب شرقي النيجر. وقال مصدر أمني لوكالة فرانس بريس إن بعض الضحايا قتلوا بالرصاص أو بعملية انتحارية أو أحرقوا أحياء أو ذبحوا. كشفت كوريا الشمالية عن تصميم جديد لصاروخ باليستي عابر للقارات تعمل على إنتاجه، أطلقت عليه اسم هاوسونغ 13، وهو أكثر قوة من الصواريخ التي اختبرتها سابقاً. وقال خبراء عسكريون إن مثل هذا الصاروخ إذا تم تطويره سوف يكون باستطاعته الوصول إلى أي مكان على الأراضي الأمريكية. أفاد بيان صادر عن الرئاسة المصرية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب خلاله عن حرصه على مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين. وتأتي المكالمة بعد يومين من قرار الولايات المتحدة بحرمان مصر من مساعدات قيمتها 95,700,000 دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى. نهاية الموجز، إلى اللقاء.